النقطة على السطر مع سلطان الجنب. أحياناً يجي ببالك أحد يتصل فيك وانت تفكر فيه، وأحياناً يجي ببالك مكان فجأة تشوفه في التلفزيون. تصير لنا هالمواقف، صحيح؟ هالمواقف تصير بشكل أو بآخر بسبب تفكيرنا. تصدق من عرفت هالطريقة وأنا أفكر فيك. تعرف ليه؟ أبيك تفكر فيني وأكون في بالك، وأنا متأكد بعد أنك حتى ممكن تسمع صوتي يحمس في ذنك ويقول لك أنت دائما في بالي، ما غبت عني ولا لحظة ولا فكرة. ترى ما عاد أقدر أستحمل هالبعد. أحيانا يجي ببالي أني أسمعك تقول لي مشتاق لك، أنت فعلا فكرت فيني؟ أو من كثر ما فكرت أنا فيك تخيل لي كلامك صوتك، تعودت على كل شيء، على صوتك وعلى صورتك، إلا شيء واحد ما قدرت صراحة أني أتعود عليه، بعدك. ودي يوصل لك صوتي وتسمعني وأنا أقول لك ترى حكون في نفس المكان اللي افترقنا فيه. راح الوقت وأنا بنفس المشاعر أترقب وصولك. رغم بعدك مشاعري تزادت، صار الفراق كأنه وصال، أحس أنه ما افترقنا. تعرف ليه؟ لأن كل يوم وكل لحظة وانت في بالي أحكي لك عن اللي مضايقني واسمع صوتك وهمسك، وانت بعيد عني لو لحظة جيت في بالك وسمعت صوت وانت لحالك ترى هذا صوتي. من كثر ما فكرت فيك صرت تسمعني، وحقول لك كلمة واحدة بس اسمعها، أنا حكون في نفس المكان اللي كنا في آخر مرة تلاقينا، منتظر وصولك. نقطع السطر. لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك.